خلاص كيف استقبلتوا هذا الشعار اللي تأخذت هذه الحفلة؟ شكرا. كيف قلت قبيل أنا إحنا ولاني أنا وحدي نحن في وزارة الصحة مونك عندنا اللي عدل المواطنين مواكبة هذا ولا لا نكتة اللي هو ماضي دخلت على مخبزة لين أقبل منها قاية انت مشيتي تعطيت بظهري قالوا لي الشباب اللي هم في رفقت واحد اللي يبيع وياك نزلوا لا تولي قلت لهم معناه انكم دورين ما تتولي لكم شيء عندكم قالوا لي ذاك انه نحن شعار مهم عندنا به اللي شجعنا الواحدين فيه.